ايوا واحد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه نادي الجراد العالمي. جيتكم اخر اخبار ومستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشارك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الانستغرام وتدوز عندي الصفحه الرسميه ديال القناه على الفيسبوك، ولا عندك شي تساؤل ولا اي استفسار ولا بغيتي تعرف اي جديد على فريق الرجاء العالمي، مالك الا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك اللي هو هذا، وغتلقاوهم كاملين محطوطين في الديسكريبشن لتحت. ونخليكم دابا مع الانترو. وبداو اخوتي الرجويين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركة الله. أصدرت اللجنة المركزية للتأديب غرامة مالية قدرها 15,000 درهم في حق نادي الرجاء العالمي لعدم تأكيده الاعتراض الذي رفعه ضده نظيره أولمبيك أسفي في المباراة التي دارت بينهما برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية القسم الأول إينوي. وقالت الهيئة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 15,000 درهم لعدم تأكيد الاعتراض الذي قدمه ضد فريق أولمبيك أسفي بخصوص اشتراكه لثلاث لاعبين، وذلك بناء على الماده 107 من مدونه التاديب. وكانت المقابله التي دارت بين الفريقين قد حسمها التعادل بهدفين لمثلهما، واقيمت على ارضيه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في اطار الجوله الافتتاحيه من الدوري المغربي. ويذكر ان اللجنه المركزيه للتاديب كانت قد رفضت الاعتراض الذي تقدم به اولمبيك اسفي بعد جلوس المدرب الرجاء العالمي فوزي البنزرشي في دكه البدلاء خلال المباراه، وذلك من حيث الموضوع رغم قبوله على مستوى الشكل. منخرط في نادي اولمبيك اسفي، الرئيس لم يكن ينوي الاعتراض على البنزرشي، لكن في اخر لحظه بعض الجهات طلبت منه الاعتراض، واضاف على الرئيس ان يحقق حلم جميع الجماهير المسفيويه بالفوز باول لقب البطوله، وليس الفوز باعتراض من الاول كانت معروفه نتيجه، لان فريق مثل الرجاء مستحيل يطيح في مثل هذا الخطا. الاغلبيه غالطين، راه الثمن غير قديمه وكاع لا نقص غادي نقص لكم 10 دراهم. العام اللي كيخرجوا فيه لاكارت الثمن كيتضرب فوا دو باش الاداره ما تضيعش في صحاب لاكارت. نعاونوا الفرقه في هذا الماتش وماتش اخر يكون شي حال ان شاء الله. دابا الوراق خرجوا كاين اللي قطع، ما يمكنش الاداره غدا دير التغيير ديال الاثمنه في هذا الوقت بالضبط. بغينا 50,000 واحد في هذا الماتش وجمهورها راس مالها. لم يكن الا موضوعا للتشويش على الرجاء خلال الدورات الماضيه. الجميع كانت تعلم ان موقف الرجاء العالمي والبنزرشي سليم بسبب تقادم العقوبه، ولم تقم بإخبار العصبة الاحترافية، الشيء الذي تم استغلاله جيدا للتشويش على فريق الرجاء العالمي خلال الأيام الماضية. إلا أنه في الأخير الرجاء يعطي مسؤولي الكرة درسا قانونيا جديدا، قبلهم تيبا مازيمبي والوداد والجديدة أيضا حاولوا في قضية مارونغو ومقابلة الرجاء والجديدة، واليوم آسفي أيضا تذوق من نفس الكأس اللي خذوه اللي قبل منهم. لذلك بأن الرجاء الا كنتي بغيتي توصل معاه شي حاجه قانونيه راه غادا تحدك، غادا تحدك وغتزنطك وغتخشيك في حكيك وغتسد عليك مزيان وغتخليك نفس مليح ما عندهاش منين تدوز لك. لذلك تجنب انك تضحك ولا تلعب مع الراجع، لان الراجع راه صعيبه عليكم واعره واعره بزاف، وديجا كنبقى نقولها وغنبقى ديما كنقولها الراجع واعره. وكيف خلاها بدر بانون في احدى المباريات فقال لك واخا تبقاو 100 عام ومعمركم ما غاديش توصلوا للراجع. ولمن لا يعلم فالرجاء الرياضي العالمي مدرسة أيضا في القانون، يعني تربيك وتعلمك شنو هو القانون وتحرفه لك نقطة بنقطة. هذا الشيء علاش خاصك تجنب أنك تخرج عينيك أو تطاول على فريق الرجاء العالمي. هذا السيد هذا ملي كيجي الملال كيصيفط ميساج للإدارة وتيقول لهم واش كاين شي اعتراض من عند شي فريق مرتزع. كل الدعم وكل الشكر للسيد رضوان الطنطاوي اللي هو كيتعتبر من يعني النخاع الشوكي ديال فريق الرجاء العالمي، السيد اللي واقف على شغله، وفيما تيكون شي هجوم جاي لفريق الرجاء العالمي كتلقاه هو من الاوائل اللي كيتصدى ليه وتيحل لك المشكل في يعني في جزء من الثاني. يعني خلي بنادم يبقى يبلابلي حتى عام كيجي رضوان طنطاوي ريح كينوض صافي قضى لك الغراض ساهله تيسد لي الفم ديال هذوك الحنوك الطبل اللي كيبيعوا راسهم تيبيعوا فراقيهم الايش من وديدي. هذا السيد هذا بوحدو راه محاميهم. كل الدعم وكل الشكر للطنطاوي، وبصراحه راه خاصو شي تكريم كبير هذا السيد هذا على المجهودات اللي كيدير على فريق الرجاء لا هو
ولا الحاج اليوري اللي عطانا واحد جوج من النجوم اللي هما سفيان وحسين الرحيمي. وانا اخوتي الرجويين خوتي الرجويات الفيديو ديالنا السالو. واذا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشارك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الانستغرام والصفحه الرسميه خاصه بالقناه. وإذا عندك شي تساؤل ولا اي استفسار وباش تعرف شي حاجه ولا شي جديد على فريق الرجاء العالمي، ما عليك الا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك اللي هو غتلقاهم كاملين في الديسكريبشن هنا لتحت. دمتم في رعايه الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.